السلام عليكم يا جماعة، أنا اسمي إسلام والحمد لله لسه مخلص امتحان البي ام بي وجايب أباف تارجت والحمد لله بقيت بي ام بي سيرتيفايد. طبعا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ومش عارف أشكر مهندس إيهاب إزاي على المجهود الفظيع اللي عمله معايا. الراجل ما قصرش معايا 1%، الراجل متابعني خطوة بخطوة، كان يوميا بيبعت لي أسئلة ويوميا بيشوف البروجرس بتاعي وحطيني على التراك الصح لغاية اما الحمد لله النتيجة above target، وانا مش قادر اصدق ان انا بقيت finally يعني PMP certified. وربنا يجزيك كل خير يا رب وتوفيق يا رب ان شاء الله. والله الواحد تعب بصراحة، بس يعني كله بيهون اول ما النتيجة بتطلع.